مرحبا بكم. البداية بالنادي الافريقي، هيئة حكماء النادي قررت بعد اجتماعها المصادق على استمرار عمل الهيئة التسييرية الحالية برئاسة يوسف العلمي لحين نهاية الموسم الحالي 2023-2024، مع تفويض رئيس النادي كل الصلاحيات لتدعيم الهيئة التسييرية بعناصر جديدة. بتبيع القرار الراجع على خلفية عدم ورود أي مطلب للترجح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي في زوز مناسبات بتاريخ 22-29 جويلية. دونك هيئة يوسف العلمي باش توصل موسم آخر. نواصل مع النادي الإفريقي، وتم تعيين المدرب كمال القلسي كمدير فني لفرع الشبان. كمال القلسي اللي عاود يرجع من جديد للنادي الإفريقي، وكان سبق له خدم كمدير فني، وأيضا زاد كان في فترة من فترات مدرب الفريق الأول، وتمكن بالفوز بكأس تونس سنة 2018. الحكم المصري إبراهيم نوردين حكم مقابلة شباب قسنطينة والنجم الساحلي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. المقابلة المبرمجة نهار الجمعة 18 أوت في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. لاعبية النادي البنزرتي يدخلوا غدوة في استاج في سوسة ويوفا بمباراة ودية نهار الأربعاء ضد النجم الساحلي. في التربص هذا المجموعة باش تعرف تعزيز بانضمام آدم الرجابي وأيضا متوسط الميدان الغاني السابق للنجم الساحلي ستانلي. في البطولة اليابانية، عصام الجبيلي هداف مع فريقه غامبا أوزاكا اللي فاز خارج القواعد 4-3. عصام سجل هدف التقدم لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وقت النتيجة كانت متعادلة 1-1 وكمل اللعب مقابلة كاملة. في البطولة العربية اليوم يتلعبوا مقابلة الدفعة الثانية من ربع النهائي، مع الأربعة الرجال المغربي يواجه النصر السعودي، ومع السبعة الشباب السعودي يلعب ضد الوحدة الإماراتي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام.